تعرفون انتم بهذه السنه يعني الاربعيني عليه السلام تمر علينا بازمه حر شديده، فاحنا سوينا بفكرتنا انه حطينا هذا الجهاز الرذاذ بتعقيم على مود شويه هم رذاذ يبرد الزوار زين ويعقمهم. بالنسبة للمواكب يعني هذه رحمة إلهية حقيقة، أن ما مخلين الزاير بحاجة شيء أبد نهائيا. أنا هسه مشيت من خان النص لحد هذا المكان، شفت ما شاء الله الخدمة درجة أولى، يعني خدمة ما شايفينها لا مضايفنا لا شفناها بغير بلد حقيقة. والله سؤال العمره